أقول لكم قصة على الأجيال اللي أجت قديمة. أذكر كنت في مدينة هاليفاكس، هذا الكلام كان في الثمانينات. صلينا الفجر في المسجد، مدينة صغيرة وفي عدد جالس صغير، وكان فترة الكريسماس. الكريسماس الشباب بيعملوا نشاط في المساجد هناك، لأن طلاب جامعات كلنا. فجاءوا ناس، رجل كبير في السن مع زوجته، أيضا يمكن في السبعينات، 75 يمكن، هم الرجل والمرأة حوالي 70 سنة، جاءوا من نيو برانزويك، جايين على هاليفاكس. فجاءوا المسجد، احنا الشباب تحت المسجد كنا صلينا الفجر وبنحاول نعمل فطور، نفطر مع بعض. فوصلوا يده في الوقت، استقبلناهم، نزلت المرأة والرجل عندنا عند الشباب. فالمرة بتقول زوجي عاوز يشرب عطشان، قلنا لا بأس، نروح نجيب له ماء، جبنا له كوب ماء. قالت زوجي ما يشرب ماء، فقط يشرب بيرة. قلت لها يعني ما صدقناش اللي سمعنا، يا حاجة انتم مسلمين؟ قال نعم احنا مسلمين، زوجي ما يشرب الماء، ما يعرفوش ان البيرة حرام. عمره 75 سنة الرجل. كان يحدثني بعض الإخوة هداه الله سبحانه وتعالى، ما كان يعرف أنه رمضان دخل إلا لما أهله يتصلوا فيه عيدوا عليه بعيد الفطر. كان يعرف أنه كان الشهر الماضي رمضان في بريطانيا. قال لي ما كنت أعرف أنه الزنا حرام، ما كان يعرف الزنا حرام، أظن أنه علاقة بيولوجية بين الذكر والأنثى. من فترة نفس الشيء يأتيني رجل كبير في السن مع ولدي، وحشمان الرجل يعني خجلان جدا، جالس. قال لي ابني يعني شوف ايش عنده، ابنه 17-18 سنة. نعم يا ابني، ايش المشكلة؟ بكل أريحية وكذا، شاعر انه هيك فهمت. الأب مسكين، بالطرف الأب وجهه أحمر وأخضر وأصفر، لكن ثقافة ناهيك على قصة أخرى يعني حدثني بها أحد الآباء في مسجد آخر. مسكين ضاقت عليه الأرض بما رحبت، يقول ابني المشكلة يصلي، يذهب للمسجد وحالته يرثى له. نعم، من الهوم. نعم، والأب عجز. يا ابني، قال له المشكلة هذه جينات وما جينات، والكلام الفارغ اللي تسمعه. لذلك يا إخوة دائما نقول، وذكرت هذا في درس الحديث أظن، نعم، إنه لابد إعادة النظر في قضية البقاء في هذا البلد. بعد صلاة الجمعة بالأمس جاني رجل، بارك الله في الأخ، من الجزائر، واصل جديد هنا كله أيام يبدو، ويبدو قدر الله جابه أمسلا، لعل الله يريد فيه خير سبحانه وتعالى أن يسمع الخطبة. فقال لي يا أخي اسمع، قال لي أنا سمعت الخطبة وإيش أعمل، حيران. قال لي أنا مشكلة وضعي في الجزائر جيد، وضع المادة، إلا أنه في منصب كبير، والمنصب هذا لأنه كل ما كبر المنصب كل ما الناس تريد تتقرب لصاحب هذا المنصب بما حرم الله سبحانه وتعالى. قل لي في فتنة كبيرة، إيش أعمل؟ عندك أطفال؟ عنده أطفال صغار، كذا كذا، تتوكل أرجع وابذل القصارى الجهد إنك إن شاء الله تبتعد عن الحرام، والله سبحانه وتعالى نعلم صدق نيتك ويسر لك هذا الأمر. لأنه قلت أنت الآن تضحي بعقيدة ودين الأولاد. فالإنسان أحياناً لا يحرص على المستحب ويفرط في الواجب، أو يهرب من المكروه ويقع في الحرام، زي واحد يقيم الليل وينام عن صلاة الفجر، وين صارت هذه؟ ها؟